السلام عليكم ومرحبا بكم في شيوه من شيوات كوزينتنا. غادي نقترح لكم ان شاء الله المحرش. المحرش كنديرو بالخصوص للفطور. بالنسبه للمقادير ديالو كنحتاجو واحد الزلافه ديال الدقيق ديال الشعير، عندي واحد الزلافه ديال الدقيق ديال القمح الكامل اللي بالنخاله ديالو، وهنايا زلافه ديال الدقيق الابيض، الملحه حسب الذوق، واحد المعلقه كبيره ديال حبوب ديال الكمون غادي نضيفهم، وعندي هنايا معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه اللي كتبقى بطبيعه الحال على حسب الجو، غادي نضيفها ونخلطوا هاد المكونات. غادي نضيف واحد جوج المعالق كبار تقريبا ديال زيت الزيتون، غادي نضيف الملحه كما ذكرت على حسب الذوق، وغادي ندير واحد شويه ديال البلبوله اللي غادي نقرص بها، هذه عندنا متوسطه في الحجم ديالها، كنضيف عليها واحد شويه ما نديرش بزاف، وغادي ندير الماء الكافي، كنبقى نضيف في الماء بشويه بشويه حتى كتجمع عندي العجينه وكتدلك مزيان. العجينه كتكون واحد شويه مطلوقه ولكن ما تكونش جاريه بزاف، يعني كتلصق وكتدلك مزيان. انا بعد ما بقيت كنضيف لها في الماء بشويه بشويه حتى كتجمع وكتدلك مزيان، كما ملاحظين كتولي هكا بحال العجينه ديال الخبز، ما تكونش جاريه بزاف. غادي نخليه نغطيه وغادي نخليه يخمر المره الاولى، نغطيه بواحد شويه ديال الماء هكا باش كتبقى تشرب فيه. بغيتو تعجنوها بليد راه ممكن، ماشي ضروري العجانه. اذا بعد ما كيتسدلك مزيان غادي نغطيها ونخليها تخمر المره الاولى. بعد ما خمر العجين وضعف الحجم ديالو كيف ما ملاحظين، غادي نضربوه ونخرجوا منه شويه داك البرد اللي كيتكون فيه مع الخميره، وغادي نبداو نصنعوا في كويرات. اول حاجه غادي نرش شويه من البلبوله اللي غادي نقرص بها، نعاونوا بالماء وغادي نصنعوا كويرات على حسب الحجم اللي بغينا، صغار ولا كبار. انا ما باغا نديرهم الفطور، غنديرهم هكا شويه صغيورين، كنبقاو نعاونوا دائما بالبلبوله وبالماء ملي نبغيو نديرو كويره. بالشكل هذا صافي. من بعد ما كنكمل الكرات ديال العجين كناخذوا كنرجعوا الكره الاولى، كنحاولوا اننا نقرصوها، كيبقى على حسب الذوق كيفاش كتبغوا. انا ما كنبغيش الخبز يكون غليظ بزاف باش ما كتجينيش فيه البابه كثيره، وما كنرقوش بزاف كما ملاحظين. بهذا الشكل هذا كنطيبوا مباشره في اللاطه ديال الفران اللي كنرشها بشويه ديال البلبوله، كنحط فيها كنستمر بهذا الشكل هذا، كنبقى نقرص وكنحط في اللاطة. الا ما بغيتوش ديروا هكا مباشره في اللاطة كتقرصوا عادي في الكراس ومن بعد كترميو في الفران. انا هذه الطريقه كتجيني سهله، كنشعل الفران عندي ديال الغاز كيشعل من الفوق ومن التحت، كندخلو كيطيب مره واحده من بعد ما كيكون الفران سخون مزيان، كيتحمر ليا مره واحده بطريقه اللي كتكون مقاده. من بعد ما كنسالي العجين كامل غادي نزيد نقاد هكا الخبيزات واحد شويه، وغادي نغطيه يخمر للمره الثانيه. بعد ما كيخمر الخبز المره الثانيه ما كيحتاجش واحد المده طويله، غادي ناخد واحد المغرف هكا كندير واحد الحفيره هنايا الوسط، وغادي ندخلو من الفران اللي راه سخنتو من قبل باش يطيبو ويتحمرو من الفوق ومن التحت. الخبز ديال المحرش بعد ما دخلتو الفران وتحمر كما ملاحظين من التحت ومن الفوق، هذا هو الشكل ديالو كيفاش كيكون، كيجي من السم والملدد بهذوك الحبوب ديال الكمون اللي كنضيفو ليه، وكذلك بزيت الزيتون اللي كنديرو في العجين، كيبقى دائما الخبز ديال الدار صحي. غنحل لكم هنا شويه، راه دفى عندي ولكن راه مازال سخون، هو نورمالمون ما خصناش نقطعو الخبز وهو سخون بزاف باش ما كنهرسوش هذيك البابه اللي كتكون لداخل، ولكن بغيت باش نوريكم الشكل ديالو كيفاش كيكون كيف ما ملاحظين. اذا هذه هي الوصفه ديال اليوم، نتمنى انها تكون نالت اعجابكم، وما تنساوش الاشتراك في القناه باش توصلوا دائما بالجديد، وبصحه وراحه.